من المتابعة ينضم إلينا من كييف الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. مرحبا بكم دكتور عماد، وأتوقف معك عند زيارة جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي إلى كييف في هذا التوقيت وبعد ساعات من إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية. تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد زيارة بوريل وهي تعتبر الزيارة الخامسة منذ بداية هذه الحرب جاءت في وقت يتزامن مع تداعيات فوز ترامب، على اعتبار أن هناك دول تحاول ضمان ديمومة الدعم لأوكرانيا لتكون جاهزة للجلوس للتفاوض بموقف قوة وليس موقف ضعف، بمعنى أن تكون هناك كذلك رسالة لروسيا أن الغرب لا زال يدعم أوكرانيا وأن دول الناتو كذلك هي مستمرة في هذا الدعم، والوعود السياسية أيضا تقف إلى الجانب الأوكراني، وبالتالي سيترك يعني نتائج هذه الزيارة لمواقف الرئيس ترامب، لأنني باعتقادي أن الناتو الآن مطالب أن يجري نوع من الحوار الخاص المغلق مع أمريكا ومع قيادة ترامب للوصول إلى مقاربة تنهي هذه الحرب بتسوية سلمية عادلة ضمن شروط يتوافق عليها الجانبين، ولا أن تكون شروط تعتبر إملاء على طرف دون الآخر أو يعني دكتور عماد أنت تشير هنا إلى أن يعني جوزيف بوريل ربما يقوم بخطوة أوروبية استباقية لموقف ما ربما يقوم به دونالد ترامب يرفع فيه يد الولايات المتحدة ومن ثم يد الناتو عن أوكرانيا؟ ليس بهذا الشكل، يعني أريد أن أقول أن الناتو ربما من خلال هذه الزيارة سيتلو هذه الزيارة بالتأكيد نوع من اللقاءات بين ترامب وقيادة الناتو للوصول إلى التوافق على المرحلة القادمة، فيما إذا كان هناك توجه حقيقي لإيقاف هذه الحرب وبالتالي إنجاح هذه الجهود المستقبلية من خلال البداية لابد أن ترتكز على معرفة ما هي مطالب الجانب الروسي وما هي المطالب التي تتوافق مع القانون الدولي أو على الأقل مع المنطق الواقعي السياسي والعسكري للظروف الحالية، وبنفس الوقت أن يكون هناك توافق مع الجانب الأوكراني لأنه هو الذي يعني احتلت أراضيه وهو الذي يتم قصف بناه التحتية وإحداث كل هذا الضرر، أن يكون هناك تفاوض وفهم للرؤية الأوكرانية وأيضا إعطاء أوكرانيا المعطيات الواقعية التي يمكن أن تعينها على إنجاح الخروج من هذه الحرب، إيقاف الحرب والخروج منها بأقل الخسائر. إذا استطاع أي طرف أن يحدث هذا التوازن بالتأكيد سيشكل مقاربة، ولكن لا أعتقد أن الناتو مؤهل في المرحلة القادمة إلى مخالفة توجهات ترامب التي واضح أنها سيكون لها دور محوري أساس في مستقبل الحرب الأوكرانية الروسية. وكذلك أوروبا يا دكتور عماد، يعني هل بالتأكيد يعني هل أوروبا ستدعم أوكرانيا خلافا لرغبة دونالد ترامب إذا قرر ذلك؟ هناك عدة يعني وجهات نظر للخبراء، البعض يقول أنه ربما إذا كانت هناك توجهات خاصة لأمريكا أن يكون كذلك توجهات لدول الطوق أو دول الجوار لأوكرانيا وتحديدا بولندا ودول البلطيق التي تعتبر أن التخوفات من أي يعني تهديدات عسكرية من الجانب الروسي ستكون مباشرة على أراضيها وتهدد أمنها القومي، فبالتالي ربما هذه الدول ستستمر بدعم أوكرانيا، ولكن السؤال هل تقوى هذه الدول لوحدها على إمداد أوكرانيا بما تحتاجه؟ بالتأكيد الإجابة ستكون لا، لأن أمريكا والناتو مع كل قدراتهم وكل ما سمحوا أن يوصلوه لأوكرانيا لم يؤهل ذلك أوكرانيا سوى الدفاع عن أراضيها وتقليل إمكانية استمرار اندفاع القوات الروسية لاحتلال الأراضي الأوكرانية بشكل كبير. لكنك قلت يا دكتور عماد قبل قليل إن جوزيف بوريل جاء إلى كييف ليرسل رسالة بأن أوروبا ما زالت تدعم كييف و ما زالت ستحافظ على وتيرة إمدادها العسكري وغير ذلك إلى أوكرانيا. نحن ننتظر التصريحات الرسمية الأوكرانية عن نتائج هذه الزيارة وما خرجت به، لكن ما نقرأه أن هذا الدعم هو دعم معنوي بداية قبل كل شيء،
والأمر الثاني محاولة إيصال رسالة إلى روسيا أن هناك دول تدعم أوكرانيا، وأيضا ربما سيتلو هذه الخطوة باعتقادي، وهذا الذي أريد أن أبرزه، أنه يكون هناك بالتأكيد حوار ومفاوضات بين الناتو والاتحاد الأوروبي مع أمريكا لفهم ما هي يعني المقترحات المنطقية والواقعية التي يمكن التوافق عليها بشكل أو آخر. لا أعتقد أنه سيكون بالتأكيد صدام بين الناتو أو الاتحاد الأوروبي مع أمريكا، ولكن ربما سيكون تباين للآراء، وسترجح كفة التوجهات في حال وجود مقاربة وضغوط. ربما سيكون بالتأكيد للرأي الأمريكي الدور الأبرز في رسم ملامح المستقبل القادم. دكتور عماد، قبيل هذه الزيارة لجوزيب بوريل وبعد فوز ترامب، يعني قال زيلينسكي تصريحا يعني يحمل ربما نبرة غريبة أو جديدة، ربما قال فوز ترامب سيجعلنا أقرب للسلام. يعني زيلينسكي لم يتحدث طيلة الحرب التي تدخل عاما ثالث أي حديث ربما عن مسألة سلام أو تسوية أو غير ذلك، ها هو يتحدث هذا حديث السلام مرة أولى ربما بعد فوز ترامب. كيف تقرأ ذلك؟ يعني القراءة الأولى بالتأكيد الرئيس الأوكراني دائما كان يصرح بكلمة السلام والتسوية السلمية، وأنه يريد تسوية سلمية دائمة عادلة تتناسب مع الميثاق الدولي، ولكن كان أيضا يصاحب هذه التصريحات يعني بعض العبارات التي ربما يعتبرها البعض أنها عقبة أمام إنجاح أي وساطة أو أي دور لإحداث إنهائها لهذه الحرب، ويعتبر أن الجانب الأوكراني والرئيس زيلينسكي تحديدا يعقد وأنه غير منطقي في بعض طروحاته كما يرى البعض. ولكن حقيقة يعني المشهد كذلك ينطبق على الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي أيضا يطالب بالسلام ويقول أنه مستعد للجلوس، وأيضا يصاحب ذلك بعض القرارات التي تشترط أن تقبل بها أوكرانيا قبل الجلوس للتفاوض، وهذا ما جعل أن يكون هناك إرباك للوساطة الإفريقية، وساطة جامعة الدول العربية، وساطة دول زي مثل الصين والبرازيل والهند والسعودية والإمارات وقطر ودول أخرى كانت تحاول، وأندونيسيا التي حاولت وتحاول أن تسعى لإنجاح بداية وساطة حقيقية جادة. كل هذه المبادرات أجهضت، من الذي أجهضها ومن الذي كان يدفع الأطراف لإيجاد نوع من التشتيت التركيز على أن هناك إمكانية لإحداث مقاربة؟ الكل كان يشير إلى وجهة نظره الخاصة، ويعتبر أن قبوله بما يطرح عليه سيعتبر انتحار سياسي ويعتبر تهديد لأمنه القومي، سواء كان ذلك ينطبق على الجانب الروسي أو على الجانب الأوكراني. الآن نحن نأمل أن يكون هناك تفهم حقيقي من الجانب الأمريكي بداية ومن قيادة ترامب لدراسة الأمور، وأن تطرح قبل أن تطرح مبادرتها أن تتفهم كامل وجهة النظر الأوكرانية كونها الأكثر تضرر، وأيضا أن تتفهم وجهة النظر الروسية، ثم بعد ذلك تقدم مبادرتها. أما تقديم مبادرة دون الجلوس مع الطرفين وفهم يعني ما هي القضايا التي تطرح ضمن المسار القانوني والمنطقي والواقعي، فهنا سيكتب لها أيضا إن لم يكن الفشل على الأقل التعطل والتأخر في استدامة هذه الحرب لفترة أطول، يستنزف ذلك البلدين ويستنزف المجتمع الدولي بأجمع. نعم.